بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هل ممكن نستفيد من الأوراق ومن بقايا الصحف ومن الكراتين بدل ما نرميها؟ هل ممكن نستفيد منها ونحولها إلى مصدر للطاقة؟ خلونا نجرب ونشوف. فبسم الله توكلنا على الله. بداية ناخذ الكرتون، الجرائد، الصحف، أي أوراق متاحة كذا ما نحتاجها كذا نقطعها بالشكل هذا. وبعد كذا نغمرها بالمويه. بعد ما غمرناها بالمويه الآن نغطيها ونخليها 3 أيام 4 أيام. وبعد 3 أيام أو 4 أيام نحاول إن نقطعها إلى أجزاء صغيرة، سواء باستخدام أي شيء متوفر عندك، سواء دريل كهربائي أو ممكن بالمسحات، ممكن بعود خشبة، أي شيء متوفر عادي. يعني نضرب الكرتون حاولنا نفتته يعني إلى قطع صغيرة. الكرتون الآن جاهز للكبس، بس زي ما تعرفون إنه مليان موية، وإنه من الأساس ما عملنا فتحات كثير، المفروض إنه عملنا فتحات كثيرة عشان مع الضغط مع الكبس الموية تطلع مع الفتحات هذه. ان اكتفينا بالفتحات اللي موجودة اساسا، وعشان نتغلب على المشكلة دي، لان احتمال ان ما كل واحد منا يكون متوفر عنده دريل او شيء عشان يعمل فتحات وكذا. استخدام اي صفاية عندك، اي شيء، صفاية، مصفات كذا، بحيث انه ناخذ الكرتون ونتخلص من الموية من بدري. من هنا نخلي الموية تنزل هنا ويصير ناخذ الكرتون جاهز للكبس، ويصير نقدر نكبس إن شاء الله بدون ما نضطر إنه نعمل فتحات في المكبس. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الآن. هذا الكرتون يا إخوان طلع معنا جاهز، الآن نحطه هنا. هنكمل الكبس، وممكن لو حبينا ان نحط الكرتون على شبك كبير كذا بحيث انه الموية تنزل منه ويكون جاهز، بس مجرد ان ناخذ ونحط. طيب زي ما عودناكم يا اخوان بنكمل الكبس كامل بإذن الله تعالى، بعدين نرجع لكم. هذه تقريبا اخر واحدة. بسم الله. وهذا والحمد لله بعد ما انتهينا طلع معنا تقريبا 16 مكعب كرتون مضغوط. فبنتركها إن شاء الله بإذن الله تعالى 3 أيام 4 أيام في الشمس لين تجف تماما، وبعد كذا حنجربها، نجرب ونشوف وش حتكون النتيجة بإذن الله. وهذه الكراتين بعد ما انشفت ما شاء الله صارت قوية مرة ما شاء الله. نبي نشعل الكرتون المضغوط ونشوف قديش بإذن الله تعالى يظل مشتعل. زي ما تعودنا نشغل التايمر بعد ما نولع النار. بسم الله. في ملاحظة يا اخوان ان حطينا كرتون فقط، ما
ما كان متوفر عندنا نشارة خشب ولا أوراق شجر جافة عشان نضيفها مع الكرتون نفسه، بيعطي متانة أكثر وبيعطي فترة اشتعال أطول. فاللي تشوفونه الآن هذا مجرد كرتون، فحنقيس ونشوف إن شاء الله قديش حيقعد مشتعل بإذن الله. عشرين دقيقة تقريبا النار طفت، وهذا سلمكم الله درجة الحرارة في الغرفة 19، بنوجهها على قلب الكرتون هناك. ما زال الجمر مشتعل ما شاء الله، نفس الكرتون 150 تقريبا درجة. بعد تقريبا 35 دقيقة طفت النار، لكن الحرارة إلى الآن شوفون يا أخوان وهذه بعد مرور أكثر من ساعة ولسه ما شاء الله الكرتون مجمر وبشكل بطيء، يعني اتوقع والله اعلم انه حيستمر الى ساعتين او اكثر على الطريقة هذه. وهذا يا اخوان ما شاء الله تبارك الله بعد ساعة ونص ولسه الكرتون ما شاء الله الجمر مجمر، وهذه بعد ساعتين ونص تقريبا ولسه ما شاء الله الكرتون مجمر، يعني على كذا ممكن يكمل 3-4 ساعات.